دكتور عبد الإله مهادي، الكاتب الإقليمي والبرلماني للسيدي عثمان مولي رشيد. اليوم التأم المجلس ديال المجلس الإقليمي للمنطقة في إطار الدورة الأولى من بعد المجلس الوطني الأخير، ومن بعد تكوين اللجنة التنفيذية الجديدة. وهذا المجلس اليوم تطرق لواحد عدة قضايا، منها قضايا محلية، قضايا وطنية، قضايا تهم التنسيق والأغلبية الحكومية تواجدنا في الحكومة. أشنو اللي تحقق في ظل هذه الحكومة؟ أشنو هم الأمور الجديدة اللي حققت المواطن؟ ورغم ذلك المناضل والبرلماني ديال حزب الاستقلال احنا ما مقتنعينش وباغين مزيد، خاصة لهذه المنطقة اللي فيها الهشاشة وفيها الإقصاء وفيها التهميش، وبحيث أنه جميع السلبيات كيحس بها المواطن محليا. الحمد لله على أن الحكومة أبلت البلاء حسن في عدة ميادين، أذكر منها على الأقل وبتعليمات ملكية التغطية الصحية والتنزيل للحماية الاجتماعية لهذه الحكومة الاجتماعية، وعاد الاهتمام بالتشغيل والاهتمام بحدة أشياء. كان نقاش مستفيد، كان نقاش حر، نقاش شفاف اللي طرق بعد عدة قضايا، سواء منها تنظيمية ومنها قضايا التي تهم ساكنة المنطقة. والعمل إن شاء الله غادي يكون في إعادة هياكل الحزب في المنطقة ككل، اللي باش يعطي واحد دفعة نوعية بفضل الالتحاقات الجديدة اللي شافها الحزب في المنطقة، وبفضل الدماء القديمة اللي يحتاج عندها ذاكرة الحزب. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.